في هذه الليلة نحيي الذكرى المئوية لميلاد الرمز والزعيم الخالد أبا خالد جمال عبد الناصر. في زمن الانكسارات والهزائم، في زمن الذي أصبح فيه دم العربي لا يساوي شيئا، نفتقد هذا القائد الفذ. نبدأ حفلنا بكلمة للمنبر التقدمي يلقيها نائب الأمين العام الرفيق فلاح هاشم، فليتفضل. أسعد الله مساءكم بكل خير. في البدء لابد من توجيه كلمة شكر إلى الرفاق في جمعية الوحدوي على دعوتهم لنا للمشاركة في هذه الاحتفالية. كما أبلغكم تحيات الأمين العام الرفيق خليل يوسف وأخوانكم في المكتب السياسي في المنبر التقدمي. ونحن نحتفي بمرور 100 عام على مولد الزعيم الرئيس القائد جمال عبد الناصر، وبعد ما يقارب من 66 عاما على قيام حركة ضباط الأحرار في 23 يوليو 52 وقيادة قوى الشعب المصري لتغيير النظام الملكي في مصر. دعونا نحتفي بها لنستخلص بعض من العبر والدروس لعلها تمكننا مما يعيننا لمواجهة الحالة المتردية التي تعيشها البلدان العربية عامة من حالة التفكك والخذلان والانهيار الاقتصادي بعد أن بددنا معظم ثروات ومقدرات هذه الشعوب في برامج وخطط لم يكن في وارد واضعيها هم تطور هذه الشعوب أو رخائها، كما تردد معظم الأبواق الإعلامية، بل زدنا عليها من مجارير هدر وتدمير لشعوب هذه المنطقة من حروب وصراعات عبثية لا زالت تحرق الأخضر واليابس في المنطقة وما يتبعه من مشاريع استسلام وتطبيع مع العدو الصهيوني. نتذكر تلك الفترة التي قاد فيها عبد الناصر مشروع لم يقتصر تأثيره على جمهورية مصر العربية والعالم العربي فقط، بل تعددت ارتداداته إلى رحاب عموم دول القارة الأفريقية والدول النامية في قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية أيضا. نتذكر فيه كأحد القادة الأساسيين في حركة التحرر الوطني في العالم، ودوره المحوري في حركة عدم الانحياز ومواجهتها لمخططات الهيمنة للدول الاستعمارية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على استقلالية القرار السياسي الوطني. نتذكر فيه مشروع كان عنوانه الكرامة لشعوب المنطقة وتحرير الأرض ومواجهة القوى الاستعمارية، مشروع بناء الدولة القومية القوية وتحقيق الاستقلال الوطني سياسيا واقتصاديا، ودور القطاع العام وتأميم البنوك والجمعيات التعاونية بجميع المجالات الإنتاجية والزراعية، مشروع نهضوي يبنى على القدرات الذاتية للشعوب ومستنهضا لقواها الشعبية بمجانية التعليم الجامعي وتمكين أبناء الطبقات الدنيا والمهمشة في التحصيل عليه. لنتذكر تلك الفترة لابد من المرور على الإصلاح الزراعي والسد العالي وإنتاج الكهرباء وتنقية المياه وتأميم قناة السويس ومشاريع التصنيع بما فيها مشاريع التصنيع الحربي والتعليم والطبابة المجانية وغيرها من المشاريع التي إلى حد الآن لا يمكن تصور وضع مصر بدونها. مصر الثقافة والفن والكتاب والمسرح والسينما والصحافة الراقية ذات البعد الإنساني والعالمي والتسامح الفكري المنفتح على الثقافة العالمية. صحيح لم يعش المصريين أيام عبد الناصر في بحبوحة أو تحل معظم قضاياهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنهم لم يأكلوا الفراق الفاسدة ولم تتهدم البنايات على ساكنيها، ولم يصلوا لدرجة الثورة الشعبية للمطالبة برغيف الخبز في انتفاضة الجياع 18 يناير 77 التي وصفها الرئيس السابق أنور السادات بانتفاضة الحرامية، والتي كانت نتاج تطبيق مصر لسياسات البنك الدولي والانفتاح الاقتصادي.
نتذكره بما يتمثل فيه من إنجازات وأخطاء بل وخطايا. سنتذكر أيضا الخيبات والهزائم التي أطلق عليها تخفيفا بالنكسة، بدءا من غياب الديمقراطية وسيطرة الرأي الواحد الذي ساعد على نمو عصابات اختطفت الثورة والبلد وتضحيات ونضال المصريين ومعها قوتها ولقمة العيش من أفواهها. سنتذكر السجون وبما امتلأت من المناضلين والمفكرين والعمال الذين منذ قيام الثورة ابتدأت بقمع تحركاتهم في كفر الدوار عندما خرجوا متظاهرين، وبالتحديد في 12 أغسطس عام 52، أي بعد أشهر من قيام الثورة، حينما أوقف عمال كفر الدوار الآلات وأعلنوا الإضراب عن العمل وقاموا بوقفة احتجاجية لإعلان مطالبهم لحركة الجيش، منددين بتدني الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال التي جرى على أثرها إعدام العاملين محمد مصطفى خميس 19 عام ومحمد عبد الرحمن البقري 17 عام بتهمة التحريض على الثورة. وفي الحقيقة تم بمباركة وبتحريض من القوى الانتهازية وبالذات الإخوان المسلمين. بالعديد من المناضلين الذين قضوا زهرات شبابهم في السجون والمعتقلات بما لم يستطع إنجازه في تحصين الثورة، بل ما أنتجته من قيادة انتهازية سرعان ما استطاعت بالانقضاض على كل منجزات الثورة، بدءا من إنجازات الاجتماعية مرورا بالاتفاقية الاستسلامية التي ساهمت في تغييب دور مصر وحيدتها في الصراع العربي مع دولة الكيان الصهيوني. إلى ما انتقص من السيادة الوطنية على الأراضي المصرية وما تشهده الآن من غياب دور مصر على الصعيدين العربي والعالمي. كذلك نتذكر، وما أحوجنا أن نتذكر في هذه الأيام، عندما كانت التجربة الناصرية تمثل استقطابا تدوب فيه شعار الوحدة الوطنية جميع الانتماءات الفرعية وتنصهر فيه كل مكونات الشعب المصري المذهبية والطائفية، والتي حدت حدوهم كل شعوب المنطقة، وكان الأمن الداخلي يضلل كل المصريين في أمام مشاهد القتل وجرائم الإرهاب اليومي الذي نعيشه أيامنا هذه، وما يشكله من مخاطر على جميع شعوب المنطقة، والذي تكاد تقف أمامه عاجزة دول عديدة في المنطقة. وخير ما عبر عن ذلك الشاعر الكبير المصري عبد الرحمن الأبنودي حين قال عن فترة عبد الناصر: كان الهلال في قلبه صليب، ولا شفنا حزازات في بلادنا، ولا شفنا ديب يطارد ديب، ولا جرس خاصم مأدنة. خلاصة القول إنه يكفي أن نتذكر من مواقفه وانتصاره للفقراء وسعيه إلى استقرار قرار بلاده وأمته ومنجزاته والموازين التي غيرها في مسار السياسة، كل ذلك وغيره جعله زعيما على المستوى العربي. من يتابع الفعاليات التي أقيمت في مصر وفي غيرها من البلدان العربية في الأيام الماضية بما في احتفالتنا اليوم، يدرك بأن هذا الزعيم لا زال حاضرا في ذاكرة ووجدان الشعب المصري والعربي، اتفاقا واختلافا، حنينا ونقدا، لأنه كان زعيما حقيقيا وقائدا فعليا وقدوة لمرحلته وعصره ولا زال. وشكرا لكم. نشكر نائب الأمين العام للمنبر التقدمي الوفيق فلاح هاشم على كلمته. وكما قال، في زمن عبد الناصر لم يعش المصريون بحبوحة من العيش، لكنهم لم يأكلوا الدجاج الفاسد. من بعدك يا ناصر، من سيكفكف دمع المحزونين الفقراء؟ من سيكسر قيد المغلولين؟ من سيعيد اللون إلينا نحن البسطاء؟ من سيرش الضوء على الكلمة من بعدك يا ناصر؟ والآن كلمة التجمع القومي الديمقراطي يلقيها الأمين العام رفيق عبد الصمد بن الشعبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالشكر والتقدير لرفاقنا في الوحدوي لتوجيه الدعوة لنا للمشاركة في هذه الفعالية، وهي الذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي جمال عبد الناصر،
كما رحب بكافة الحضور. في مثل هذه الأيام قبل 100 عام دشن وجوده في هذه الدنيا أملا جديدا على حساب التحاق الوطن العربي بالعثمانيين. كان في سنة 1918 في ظل الاضمحلال الرسمي لما يسمى بالخلافة العثمانية عيد ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر، ولم يتجاوز الزمن 30 عاما إلا بقليل حتى كان الرئيس يدشن الحلقة الجديدة من تطور القومية العربية الحديثة، وذلك عندما قاد ثورة 52، وعلى وجه التحديد في 23 تموز 1952، وقد رسخ نهجه الوطني الثوري خطوة بعد خطوة حتى وصلت الثورة إلى مرحلة 56 عندما أعلن تأميم قناة السويس وما شكله العدوان الثلاثي البغيض من رد عسكري على الثورة المصرية الباسلة. فتكرس نهجه القومي العربي باعتباره امتدادا لنهجه الوطني المصري، وترسخ هذا القائد العربي رمزا عظيما للثورة العربية المواجهة للاستعمارين البريطاني والفرنسي، وكان من جزاء اطروحاته الفكرية لهذا النهج الوطني انبثاق الثورة العربية في العراق والأردن واليمنين والجزائر وليبيا والسودان وانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة. من بين القادة الكبار الذين تشتد حاجة شعوبهم إلى استحضارهم كرموز ونهج وخيار كلما ابتعد زمن رحيلهم، يبقى جمال عبد الناصر أحد الأكثر بروزا وتألقا بينهم. وما من أمر يجسد تلك المقولة أكثر من ذاك الشعار الذي رفعه المصريون بكل عفوية وصدق يوم انطلاق ثورتهم المجيدة في 25 يناير 2011، وبعد أيام على ذكرى ميلاد قائد ثورة 23 يوليو، والقائل ارفع رأسك يا أخي فأنت مصري، وهو شعار مماثل لما رفعته ثورة يوليو الناصرية منذ انطلاقتها، ارفع رأسك يا أخي فقد ولى عهد الاستعباد. من الحقائق الكبرى التي كشف عنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن المقاومة وجدت لتبقى وستبقى، وقد جاءت الأيام لتثبت صحة تلك المقولة، كما لتظهر قدرة المقاومين على إلحاق أبشع الهزائم بحق أعداء الأمة سواء في العراق أو في لبنان أو في فلسطين. ومن تلك الحقائق أيضا التلازم بين الخبز والكرامة، بين التنمية والاستقلال، بين العدالة والحرية. فالخبز غير المغمس بالكرامة لا يطعم الشعوب ولا يغنيها عن فقر وبطالة وجوع متجدد، تماما كما أن معارك الكرامة المنصرفة عن معارك الخبز يسهل تجويفها والانقضاض عليها. ومن الحقائق الكبرى التي ناضل عبد الناصر من أجلها هو هدف الوحدة العربية والتي نجح في إقامتها مع حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا عام 58. ولعظمة هذا الإنجاز سارع المتآمرون من الداخل والخارج لوأد الوحدة والقوى التي تقف خلفها وفي مقدمتها عبد الناصر والبعث الذي نجح عام 68 أن يبني تجربة وطنية وقومية مشرقة، وقدمت مثلما قدمت مصر عقد الناصر الكثير من العطاء للأمة. ومثلما تآمر الأعداء على مصر، عبد الناصر تآمر أيضا على النظام الوطني في العراق وحاصروه ثم غزوا العراق في 2003 للقضاء عليه، لكن المقاومة العراقية لا تزال تقاوم هذا الاحتلال وكافة أعوانه والقوى الإقليمية المتعاونة معه من أجل عودة العراق لحضنه العربي. من تلك الحقائق كذلك هي أن الشعب هو المعلم، وأن قواه الحية هي ضمانة الحياة الكريمة للأمم، وأن قياس حيوية هذه القوى يقاس أولا وأخيرا بمدى ارتباطها بإرادة الشعب ومصالحه والتعبير الأصيل عنها، لا بالالتفاف عليها عبر الوقوف إذ لا استجداء إلا معونة أو تسولا لدعم.
ولا حتما عبر تحريك النزعات الطائفية والمذهبية والعرقية وتصويرها وكأنها تمثل إرادة هذه الشعوب. لقد كان عبد الناصر لكل العرب بكل ألوان طيفهم الاجتماعي والسياسي والديني والمذهبي والإثني، فليكن كل العرب اليوم متمسكين بمبادئ عبد الناصر وبمسيرته الكفاحية ضد الاستغلال والاحتكار والاستكبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الوفيق العزيز عبد الصمد النشابة الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي. مشى كم مشى صامدا على الدوب والدوب حواليه أسهم ونبال، من توى غير ناصر العوب عملاقا مهيبا تاريخه يختال، بطلا باسمه تغنى البطولات وتشدو بذكره الأبطال، بطلا باسمه تغنى البطولات وتشدو بذكره الأبطال، ماردا كان لا يهاب المنايا وهزبا تهابه الأهوال. كلمة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع يلقيها نائب الرئيس الأستاذ عبد الرسول عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم. بهذه المناسبة، المناسبة الذكرى المئوية لمولد زعيم مرموق في تاريخ الأمة العربية وتاريخ النضال العربي، أشكر الوحدوي على دعوة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع لهذه الدعوة الكريمة، وأشكر الحضور الكريم. سوف أستعرض بعض الملامح التاريخية المهمة في تاريخ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طبعاً يمكن كمقدمة بسيطة يجب أن نعرف يعني الوضع المعقد الذي ورثته الثورة المصرية بعد الحكم الملكي في مصر، خاصة بعد الهدنة الأخيرة التي وقعت بين الكيان الصهيوني ومصر في عام 49 بعد النكبة. طبعا في عام 49 كانت هناك الهدنة النهائية تقريبا بين مصر وما تمثله من دول عربية والكيان الصهيوني. الوضع كان جدا معقد على الصعيد العربي، هناك يعني تشتت عربي كبير جدا، بل أكثر من التشتت، هناك تضاد أو نوع ما نستطيع أن نقول نزاع أو خلاف كبير بين الدول العربية المهمة. فجاءت الثورة المصرية على أو وارثة هذا الواقع المرير، ولكن يعني هذه الثورة جاءت في وقت حساس جدا لتنقذ ما تبقى من قضية الأم، قضية الفلسطينية. يعني لولا قيام الثورة المصرية ضباط الأحرار في مصر نستطيع أن نقول ضاعت فلسطين ولم يتبقى منها شيء، ولم يتبقى لها أثر، ولم يتبقى لها مطالب. الشيء المهم في لما نستعرض تاريخ جمال عبد الناصر، النقطة المهمة جدا التي رسخها وربما يعتقد البعض أنها عادية ولكنها غاية في الأهمية، بل أعتقد أنها أهم نقطة، وهي عدم الاعتراف
بالواقع، بالأمر الواقع، والإصرار على الحق الفلسطيني واعتباره حق يجب أن يؤخذ مهما طال الزمن. فهذا يعني في ذلك الوضع قيام دولة جديدة، يعني ظروف اقتصادية ضاغطة، والإصرار على هذا الأمر كان من أهم إنجازات الثورة المصرية. وهذا سيتضح من خلال استعراضنا لبعض النقاط التاريخية المهمة في أثناء يعني حكم جمال عبد الناصر لمصر. النقطة اللافتة في الخطاب السياسي لجمال عبد الناصر عندما خاطب كينيدي في إحدى رسالاته المتبادلة بينه وبين الرئيس الأمريكي كينيدي، حيث يقول، وذهب بعيدا جمال عبد الناصر في هذه الكلمة، بأنه مهتم بفلسطين ويدافع عن فلسطين لا لكونه رئيس دولة عربية بل لكونه عربي، وهذه القضية هي من اهتمامات وصميم يعني صميم مهماتك كمواطن عربي وليس كرئيس دولة. إذا استعرضنا من بداية يعني بداية تقريبا البداية الأولى لقيام الثورة المصرية، نجد أن تم تعيين مقدم أو ضابط مصري لقيادة وحدات فدائية للقيام بعمل فدائي في الأرض المحتلة. هاي بداية أو بدايات العمل على الجانب الفلسطيني. فمثلا في عام 55 تم تعيين هذا الضابط مصطفى حافظ، وخلال 3 شهور تمت 180 عملية، يعني 90 يوم 180 عملية، يعني بنسبة عمليتين في اليوم أو في الليلة، يعني عمل نشيط جدا. إذا أردنا أن نستعرض يعني أو نقسم الإنجازات أو نلقي الضوء على العمل السياسي لجمال عبد الناصر، نستطيع أن نقول بأنه على الصعيد العربي الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. على الصعيد العربي لن أتكلم طبعا عن الجماهير وما أحدثه، يعني أحدثته هذا الشخصية من يعني تأييد عارم وحب كبير في مختلف الوطن العربي، ولكن على صعيد الحكومات يعني كان له حتى تأثير على كثير من الحكومات العربية، وهذا ما كان يعني الولايات المتحدة كانت يعني حريصة على العلاقات والتواصل مع جمال عبد الناصر لما له تأثير على الحكومات العربية. في عام 54 هذه ربما يعني حدث مبكر، في عام 54 قيام حلف بغداد، استدرك جمال عبد الناصر أن هذا الحلف هو الاستيعاب الثورة المصرية، فرفضه رفضا قاطعا، لأنه كان من أهداف هذا الحلف استيعاب، طبعا كان في بغداد موقعين على العراق في أيام الملك فيصل وتركيا وباكستان، وكان مفتوحا للدول الأخرى، فكان هذا الحلف يعني بمثابة استيعاب للثورة المصرية وترويضها لكي لا تنتقل العدوى إلى الدول العربية الأخرى. في نفس الوقت الباب مفتوح للأعضاء آخرين ومنهم الكيان الصهيوني للانضمام لهذا الحلف، وبالتالي التطبيع مع الكيان الصهيوني إذا انضم في هذا الحلف وفي دول عربية. فرفض هذا الحلف جمال عبد الناصر،
كما قلت على الصعيد العربي يعني كان تأثيره على خاصة أو التأثير الأكبر كان في سوريا. وسوريا في ذاك الوقت سوف يعني أستعرض بسرعة في سوريا تأثيره في سوريا ولبنان والعراق. بالنسبة لسوريا مرت بظروف يعني خطيرة جدا بعد قيام حلف بغداد وأوشكت سوريا على الحرب أهلية، وكانت سوريا عرضة إلى دول حلف بغداد. فكانت الزعامة في سوريا في شبه ورطة، ورأت الحل أن تذهب إلى مصر وتتحد مع مصر. وعرض الأمر فعلا على يعني الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فرأى نفسه بين أمرين: إما أن تذهب سوريا للمعسكر الآخر أو حرب أهلية، أو أن فعلا تكون وحدة عربية بين الدولتين. فاختار الوحدة بين الدولتين. التأثير الثاني على لبنان كان الرئيس شمعون في المعسكر الآخر لجمال عبد الناصر، وكان ينأى بلبنان عن الوضع العربي عكس التوجه جمال عبد الناصر. كان يرى نفسه بأنه مسؤول ومهتم بجميع الشأن العربي وخاصة القضية الفلسطينية. كميل شمعون كان توجه له توجه على النقيض، مما أثار الكثير من يعني الوطنيين والمهم أو الحركات والزعماء اللبنانيين. أختيل أحد الصحفيين الناصريين في لبنان، وتمت أحداث كثيرة إلى أن يعني جاء فؤاد شهاب بحكومة جديدة يعني صلح الوضع. صارت باختصار يعني مصالحة بين الزعيم بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة بغير تفصيل. يعني على العموم بالنسبة للعراق كذلك، بعد أيام الملك فيصل ووقوفها موقف مناهض أو معاكس لجمال عبد الناصر، بل أعلن يعني نور السعيد بأنه على استعداد بالتحالف مع الولايات المتحدة مع بريطانيا، وأن النفوذ البريطاني الأمريكي في الأردن وفي العراق وفي فلسطين مؤيد من قبل العراق. هذا أدى إلى أيضا يعني طغيان شخصية جمال عبد الناصر في الجماهير العربية، والموقف العراقي الرسمي من القضية الفلسطينية أدى إلى ثورة في العراق طبعا باختصار، وسقوط الملكية هناك. هاي تأثير يعني مهم جدا، أو تقريبا ولن لم يكن غير مباشر في العراق في سوريا في لبنان. على الصعيد الدولي طبعا، اولا في المحافل الدوليه كان العنوان الرئيسي لجمال عبد الناصر هو فلسطين. اقيمت كذلك يعني مؤتمرات مهمه جدا في اندونيسيا وفي يوغوسلافيا، وكان عنوانها الرئيسي طبعا ايضا فلسطين. المحاولات الأمريكية والبريطانية كانت مستمرة في التواصل مع جمال عبد الناصر لقضية مهمة جدا، وهي التوصل إلى هدنة مع الكيان الصهيوني ما نسميه اليوم التطبيع، وكان دائما يرفض هذا الموضوع. فمثلا يعني على أساس يعني أجيب أمثلة سريعة وأختم بها المشاركة، الرئيس أولا الأقدم أيزنهاور في 1957
أقدم على أو عرض على الرئيس الأمريكي على الرئيس جمال عبد الناصر المساعدات بشرط أن توطين اللاجئين الفلسطينيين ومساعدة الدول العربية التي تلجئ الفلسطينيين. هدف واضح طبعا، لما تصفى أو تنتهي قضية اللاجئين الفلسطينيين معناها أن القضية الفلسطينية انتهت. فرفض جمال عبد الناصر بالعكس، واعتبر أن هذا المشروع هو مشروع عدواني، عدوان على الأمة العربية. كان هدفه طبعا التوطين، ومن ثم المصالحة مع أو إقامة صلح مع بين مصر والكيان الصهيوني. رفض طبعا. في عام 65 عاود جونسون عبر مبعوث يعرض عليه مساعدات كبيرة جدا، وأن تكون مصر حليفة، وإغراءات كبيرة جدا بشروط 5 أو 6. ما يهمنا هنا أو دعوني أذكر هذه الشروط 6: وقف التحول الاشتراكي داخل مصر، نزع فكرة الوحدة العربية، وقف زيادة الجيش المصري، إشراف الأمريكيين على صناعة الأسلحة المصرية، التهيئة للسلام مع الكيان الصهيوني، وقف استثارة الشعور القومي ضد الكيان الصهيوني. طبعا أيضا رفضت هذا المشروع أو هذا الاقتراحات. أنا أكتفي بهذا القدر، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، ولكن أنهي كلمتي بملاحظة مهمة، وهي أن القضية الفلسطينية دائما كانت وما زالت تحظى بالاهتمام الأكبر في الوطن العربي والشعوب العربية. لذلك الحكومات التي تولي اهتماما حقيقيا للقضية الفلسطينية يكون لها ذلك رصيدا شعبيا. والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم جميعا. نشكر الأستاذ عبد الرسول عاشور نائب رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، والذي ذكر في مداخلته العديد من الأدوار التي قام بها الزعيم جمال عبد الناصر على المستوى العربي والمستوى الوطني. نلقي الآن نيابة عن الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ معن بشور كلمة في هذه المناسبة. لا بد من تحية خاصة لمنتدى الوحدوي في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي لمبادرته في الاحتفال بمئوية الزعيم الخالد بمئوية الزعيم الخالد الذكر جمال عبد الناصر، مسهما بذلك باسم أحرار البحرين في سلسلة الفعاليات والأنشطة التي عمت الوطن العربي في هذه المناسبة، والتي جاءت تعبيرا عن أمرين في آن واحد. الأمر الأول هو أن جماهير أمتنا ما زالت موحدة في مشاعرها، موحدة في ذكرياتها، وموحدة في تطلعاتها، وهذه الوحدة هي أفضل ما نعتمد عليه ونحن ندافع عن حقوقنا، لا سيما في القدس وفلسطين، كما عن أهدافنا في الاستقلال الوطني والقومي والديمقراطية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والتجديد الحضاري. الأمر الثاني أن أمتنا هي أمة الوفاء لقادتها ورموزها وأحرارها وشهدائها وقضاياها العادلة، لأن الوفاء كان وسيبقى من أهم فضائل وقيم العروبة التي نسجت حولها الكثير من المواقف والمعارك والتضحيات. لكن ما يضيف لهذا الاحتفال أهمية استثنائية هي أنه ينعقد في البحرين بالذات، هذه الأرض العربية التي اختار شعبها بأغلبيته الساحقة
منذ 8 آذار 1970 الاستفتاء لصالح عروبة البحرين واستقلالها، مدركا استحالة الفصل بين الاستقلال والعروبة. فإذا كان الاستقلال طريقنا لتكريس هويتنا العربية، فالعروبة هي حصن استقلالنا في وجه الاستعمار والصهيونية وكل المطامع الأجنبية. أيها الأخوة والأخوات، لن أطيل عليكم، وأشكر دعوتكم، وكم كنت أتمنى أن أكون بينكم، وأشكر الأخ العزيز صاحب المبادرات الوطنية والقومية المستمرة أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق، زميلنا في المؤتمر القومي العربي وفي العديد من المبادرات الشبابية والعربية. نشكر مشاركة الأستاذ معن بشور في احتفاليتنا هذه. والآن كلمة بهذه المناسبة للدكتور جميل الوطني، فلتتفضل. السلام عليكم. جمال عبد الناصر، زعيم الأمة ومعشوق الملايين، سلقي شعر قصير جدا للشاعر نزار قباني، واختصر في كم بيت حين قال: والدنا جمال عبد الناصر عندما يسألنا أولادنا من أنتم؟ في أي عصر أي ملهم، في أي عصر أي ساحر نجيبهم في عصر عبد الناصر؟ أسعد الله مساءكم مرة أخرى بكل خير في ليلة ناصرية بامتياز، هذا ما أتمنى. اسمحوا لي في هذه الكلمة البسيطة وعلى عجالة أن لا أكرر ما قيل عن الرئيس السابق لجمهورية مصر، نشأته، دخوله الكلية العسكرية، حرب العدوان الثلاثي، تأميم قناة السويس، وفاته، هل هو توفي بسكتة أو اغتيل بالسم؟ لن نتدخل في هذا كله. وبمناسبة مولد الزعيم التاريخي، نستذكر بزوغ فجر يعلن ويروي عودة إشراقة عهد لتاريخ الحرية والكرامة والعدل للشعوب العربية. ولد جمال عبد الناصر ورحل وكان عمره 52 عاما فقط، وبين الميلاد والموت شغل العالم العربي والغربي، وما زال يشغلها خوفا من مولد ناصر آخر. جمال ذلك الصوت الذي جلجل سماء العرب، وبصوته جلجل مصر والعرب حين خرجت تبكي أباها الذي راع الحفاة والبؤساء، الفلاح والقمح، الرجال البواسل، بإقامة جيش وطني قوي. جمال عبد الناصر ذلك الزعيم الملفت للانتباه في قيادته، عمله وأفكاره، تجربته وشخصه، حبيب الملايين في حياته ومماته. ألا يحق لنا أن نحكم عليه أنه رجل التاريخ للحاضر والمستقبل حين قال إن الجماهير هي القوة الحقيقية، والسلطة بغير الجماهير هي مجرد تسلط معاد لجوهر الحقيقة؟ هذا مقولة إلى
الزعيم جمال عبد الناصر. فالعبد الناصر تجربة قيل عنها عظيمة بإنجازاتها لمحبيه، وجسيمة في أخطائها من قبل الطرفين، في أخطائها لمعارضيه، وتم تحيل ذلك من قبل الطرفين. والذي يهمنا في هذه المناسبة أن نؤكد على أن هذا الزعيم دخل التاريخ من أوسع أبوابه رغم كل ما يؤخذ عليه. سأتطرق هنا ما يحول بخاطري من أسئلة وحقائق أراها أنا، وقد يتفق معي البعض وقد يختلف الآخر. لا بأس، نحن نتفق. وأصدق جملة هنا التي أؤمن بها: الاختلاف لا يفسد في الود قضية. لقد ترك عبد الناصر مبادئ ومناهج عمل وطنية وقومية وعالمية في قطاعات السياسة، الاقتصاد، المناهج، الثقافة كافية. إذا ما اتبعت على الدوام لن نجاح في تحقيق كل أهدافنا في بين القضايا العربية: الاستعمار، الصهيونية. لا صلح، لا مفاوضات، لا اعتراف. وأذكر هنا مقولته المأثورة: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وقال مقولة أخرى: اللهم أعطنا القوة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء. طبعا مقولة لو إحنا نرى مدى أبعادها في هذا المجتمع وفي كل المجتمعات العربية لكنا في أحسن حال. والقضية التي سأركز عليها هنا هي قضية أمة، قضية تاريخ، تاريخ لم يتكرر لحد يومنا هذا، والواقع يؤكد لم يتكرر لمنهم في أعمارنا، قد يتكرر لأجيالنا وأحفادنا. ليس تشاؤما، ولكن القراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها في زمن الذل والهوان هي التي تجعلنا نتلمس هذا الواقع المتشائم. قضية أمة، القدس، فلسطين، وعلاقة جمال أفعال وأقوال نحو فلسطين. وأشوف أنا طبعا صورة فلسطين موجودة هنا في التجمع الوطني، وأتمنى أن نكون دائما فلسطين في قلوبنا. نربط الواقع السياسي الحاضر. حين قبل فترة أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، صفق البعض الرؤساء، ووضحت بعض مواقف الدول العربية من ذلك. لو عاد جمال ألا يكون الرد المناسب منه حين قال مقولته: سوف نعود إلى القدس، وسوف تعود القدس إلينا، ولسوف نحارب من أجل ذلك، ولن نلقي السلاح حتى ينصر الله ويعلي حقه ويعز بيته ويعود السلام الحقيقي إلى مدينة السلام. أعتبر جمال أهم ثوابته ولم يتخلى عنها: الانحياز للقضية الفلسطينية ورفض الصلح مع إسرائيل. أسس الصراع التناقضي
والتناحري مع إسرائيل، وصولا إلى استعادة فلسطين كلها وكاملة من البحر إلى النهر. وقال مقولته بأن النصر حركة، والحركة عمل، والعمل فكر، والفكر فهم وإيمان، وهكذا كل شيء يبدأ بالإنسان. أتمنى أن ما كنا أطول عليكم يعني. ومن الثوابت الأخرى التي لم يتخلى عنها جمال عبد الناصر، الاستقلال الوطني، وهنا راح أذكر بعض النقاط بشكل سريع: الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، مقاومة الاستعمار والانحياز لحركات التحرر في العالم، الاعتزاز بعروبة مصر ورفع اللواء القومية. قال فيها: الوحدة موجودة فعلا بين أبناء الشعب العربي، وأن الخلافات قائمة بين النظم والحكومات. العدل الاجتماعي والتنمية الشاملة في الداخل. اسمحوا لي التوقف هنا عن هذه التجربة التي تمس معظم الدول العربية حاليا. هنا كانت لجمال رؤية في بناء نهضة اقتصادية في مصر. طبعا احنا المسألة الاقتصادية تهم كل الدول العربية في وضعنا الحالي، عشان كده انا ركزت على فلسطين وعلى الاقتصاد. حين كانت لجمال رؤية في بناء نهضة اقتصادية في مصر، وعندما نشأت في عهده آلاف المصانع وبناء اقتصادي منتج يقوم على الصناعات الثقيلة والمتوسطة، فقال ناصر في الفقير: لا يمكن للجائع الجاهل أن يكون حرا ومسؤولا عن اختياراته. فجمع هذه الإنجازات من وجهة نظري التي مست الماضي وتمس الحاضر في معظم الدول، في معظم الدول العربية. والسؤال: هل هناك من الرؤساء العرب استطاع القيام بمثل هذا العمل والتوسع وبناء اقتصاد بلده إنتاجيا واقتصاديا؟ أترك الإجابة إليكم. في الختام، أرى أن جميع ما ذكرت من بعض إنجازات الزعيم عبد الناصر ركائز جرى تفكيكها واحدة تلو الأخرى بمضي الوقت، ونحن على قناعة في هذا القرن على الدول أن لا تستنسخ تجارب السابقين، ولكن عليهم أن يطوروا الثوابت التي سار عليها جمال، والأهم الالتزام بتنفيذ تلك الثوابت. مش موجودين على ورق خطط وأمور كثيرة جدا وأرقام وسنوات حطونها لنا، في الأخير ما في تنفيذ، إنما يجب أن يكون العمل وتنفيذ العمل هو الأهم. وأيضا رغم عمل وخوف القوى الخارجية من عودة شخص عبد الناصر في رئيس آخر ونموذج والحالة الناصرية إلى الساحة العربية، وبعيد عن المتآمرين على جمال في حياته ومماته. وسؤال أترك الإجابة إليكم أيضا: هل بعض الدول أو كل الدول تخشى من عودة ناصر آخر إلى الساحة العربية؟ وشاعر مجهول قال: هل ينحني الخالدون؟ هل ينحني الخالدون في أرض مصر وفي أرض العرب؟ في قلب كل الشرفاء أحلام وسلام، وقلوب الفقراء خبز وأمان.
إنها المعطر في أرضه في تاريخه، أيها المعطر في أرضه وفي تاريخه حتى في موته معطر. أيها السماء، ضللت السحاب بشجرة، بشجرة عصافير الحرية. حلق، حلق في عنان السماء، فأنت السماء، فأنت سماء البيت وسماء الرؤية وفلك البروج، سماء الأرض وعشبها. فيا خصال الكواكب، أمطرت من تحت العروش إلى سماء الخصال، بسماواتك ارتفعت في الأفق الفقير واليتيم أرزاق وعافية. وختام الختام، هل نرثي ناصرنا أم نرثي أنفسنا؟ لضعفنا وهزائم وخنوع العرب، هل نرثي ناصر أم نرثي من أهان كرامة الأمة في غيابه وحضوره؟ ليت الرجال تعود يوما، رحم الله بطلا وزعيما للأمة، للأمة العربية وفخرا للإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور جميل الوطني على كلمتها. وكما قالت، هل يخاف الموجودون حاليا جمال عبد أن يخرج شخصا كجمال عبد الناصر؟ نعم، هم يخافون من ذلك. فكما قال كريستوفر مايهيو عضو مجلس العموم البريطاني في الفترة التي توفي فيها جمال عبد الناصر، قال إن نجاح عبد الناصر شجع فجأة الحركات القومية وجعلها تتصور أنها قادرة عن تسحق بريطانيا. ولو أن جمال عبد الناصر استقل بمصر وحدها لما كان الخطر كبيرا على مصالحنا في العالم كله. وأضاف: إنني أقول لكم صراحة إن جمال عبد الناصر كان أخطر على مصالحنا من الاتحاد السوفيتي، ولم تستطع كل جهود روسيا أن تضعفنا كما استطاع أن يفعل جمال عبد الناصر. والآن مع كلمة للأستاذ الباحث الأستاذ رضي الموسوي. رضي السماك، جاهز أستاذ رضي؟ لو نلقي كلمة مؤتمر الأحزاب العربية بالنيابة، نترك كلمة الأستاذ رضي السماك إلى ما بعد. إذا هي موارد على البرنامج. لا لا أوكي، أوكي أستاذ، هذه أنا جاهز. أوكي. في 15 من يناير كانون الثاني لهذا العام تمر ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. تلك الذكرى الخالدة في قلوب مئات الملايين من أحرار العالم وأحرار الأمة. وخصوصية إحياء هذه الذكرى هذا العام تكمن في الظروف التي تمر بها أمتنا والمنطقة من قتل وتدمير واعتداء على سيادة الدول وتصفية القضية الفلسطينية التي كانت في فكر ونهج الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وتمسكه بعودة فلسطين، كل فلسطين، وخوضه حرب أكتوبر إلى جانب الجيش العربي السوري، إيماناً بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ويكفي أن يذكر التاريخ بكل فخر وإباء وكبرياء أن عبد الناصر استطاع إقامة علاقات فريدة بينه وبين جماهير الأمة في كل أقطارها. فهو الذي حمل لواء تحريرها وصنع مشروع نهضتها وتقدمها ووحدتها، فكان الصادق في التزاماته وبمبادئه وطموحاته التي كانت حرية الأمة وسيادتها عنوانا لها. الزعيم الخالد حقق حضوره في كل أرجاء الأمة بجعله فلسطين القضية المركزية
ودعم مقاومتها، ولم يقتصر الإيمان بقضايا الأمة بفلسطين فحسب، بل تعدى ذلك كل أرجاء الأمة. فكان وقوفه في مع المشروع التحرري ودعمه للثورة الجزائرية المجيدة. ولن ننسى ما خاضه الزعيم الراحل من حرب ضد الإرهاب، الذي كان أول من حذر منه وحاربه ليكتشف العالم صوابية ذلك، وخاصة أن ما تعانيه الأمة كان للجهات التي حاربها عبد الناصر الدور الأساسي فيه. إن شخصية الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وهو القائد والمناضل والفلاح والرئيس والمقاوم، تجسدت في مسيرته النضالية والثورية والتحررية وما حصلته من شعبية، وعمله الدؤوب لتحقيق آمال الشعب المصري والأمة نحو الاستقلال والكرامة، وجعل مصر في مكانها الذي يجب أن يكون كدولة محورية على المستوى الإقليمي والعالمي. وكان يحقق ذلك المؤمن بحقيقة شعب مصر وقدرته الفريدة على خوض غمار المقاومة. في هذه الأيام ما أحوجنا للزعيم الكبير جمال عبد الناصر، ونحن نحيي مرور قرن على ولادته، في الوقت الذي نشهد فيه سعياً غربياً وصهيونياً وأمريكياً لفرض ما أسموه صفقة القرن، في دليل على قوة بصيرة الزعيم الخالد للواقع العربي المهزوم. إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، والتي تعتز بوجود عدد من الأحزاب الناصرية ضمن أحزابها وتتولى رئاسة المؤتمر العام للأحزاب العربية، تتوجه إلى شعب مصر وشعوب الأمة بتحية تقدير وإجلال لذكرى هذا الرجل الاستثنائي المخلص والمقاوم والمنافح عن فلسطين وكل الحقوق العربية. وبهذه الذكرى المجيدة ندعو كل القوى الحية في أمتنا إلى الاستفادة من التجربة النضالية التي صنعها عبد الناصر، والسير على نفس الغايات التي ضحى لأجلها، وأن نستلهم الدروس والعبر. ونحن أمام قرن على ولادة عبد الناصر، نؤكد أنه منذ ولادته أسقط صفقة القوم. نشكر الأستاذ قاسم صالح الأمين العام، والآن مع كلمة الأستاذ الباحث أستاذ رضيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. اسمحوا لي في البدء أن أتوجه بالشكر إلى قيادة جمعية التجمع القومي الديمقراطي على دعوتها لإلقاء هذه الكلمة في هذه المناسبة العطرة الميمونة، ألا هي مناسبة مرور قرن على ميلاد الزعيم الوطني والقومي جمال عبد الناصر، وهو أبرز زعيم حتى يومنا هذا، يعني حظي بشعبية داخل وطنه وعلى امتداد الوطن العربي حتى يومنا هذا، ولذلك فهو يستحق منا الاحتفال، ليس من جمعية تحمل نفس التيار، وليس من جمعيات التيار القومي العريض بمعظم فروعه، وإنما من جميع فروع وروافد التيار الوطني بأكمله بما فيه التيار اليساري. وأحيانا نحن نطلق حتى على التيار اليساري التيار الوطني بأكمله. ولذلك أتوجه بالشكر أيضا، فاتني أتوجه بالشكر أيضا إلى الصديق المناضل حسن المرزوق على دعوته لي للتحدث في هذه المناسبة أيضا. وإن كنت في هذه السطور يعني غالبا سبق أن تناولتها في
محاضرة لي قبل بضعة ليال في جمعية المنبر التقدمي، لكن سأحاول قدر الإمكان أن أدخل أو أتناول فيها نقاطا لم يسبق لي تناولتها، خاصة النقاط اللي لم يسعفني الوقت المخصص للمحاضرة أن أتناولها حين ذاك. أولا أنا حبيت، يعني يمكن احنا مو متعودين دائما على ثلاثة أسماء أو ثلاثة أسماء، أحيانا ننادي زعيمنا جمال، وأحيانا ننادي زعيمنا بعبد الناصر، وأحيانا تحببا وتدليعا خاصة، لا هذه الكنية، هذا الرابع صح، ناصر، فقط ناصر، وأحيانا كنية على ما قال الأخ شو اسمه أبو خالد. على فكرة أبو خالد هي جت تيمنا لصديق دربه وأحد المشاركين الأساسيين في الثورة خالد محي الدين أطال الله في عمره، وكانوا وياه في التنظيم من بداية تأسيس الأول، الخلية التي قررت تأسيس التنظيم في بيت جمال عبد الناصر، وكان هذا في عام 1949. إذا في وقت بعدين نمر على هذا الشيء. فالاسم الكامل جمال الدين حسين عبد الناصر سلطان المري، هذا يمكن اسم مو شايع، بعدين هو صار اقتصر على اسم المختصر. المولد كان في الإسكندرية بحي باكوس 1918. أما عن أبيه اللي هو عبد الناصر حسين، أقول حسين عبد الناصر، فقد ولد في قرية بني مر إحدى قرى الصعيد والمعروفة أيضا فقرها. والميزة في هذه القرية أنها خليط بين المسيحيين والمسلمين، ما أدري يعني أي قد، لكن هي خليط بدليل وجود كنيسة في القرية رغم صغر القرية، يعني مو بداك الصغر لكن هي من القرى الصغيرة، ووجود مسجد، وهذا أثر طبعا في تكوينه السياسي والبيئة اللي صقلت شخصيته. لم يظهر قط في حياة عبد الناصر أي نزعة طائفية ولا استغلال للنعرات الطائفية في توطيد حكمه، كان بالأمكان بكل بساطة في أي منعطف صعب يحس فيه أن شعبيته بتضعف يستخدم هذه كما استخدمت كثير من الأنظمة، بما فيها للأسف بعض الأنظمة القومية. فهذا أيضا ساهم في سنوات التكوين. من أيضا الأشياء اللي ساهمت في سنوات التكوين، وقد جاء مولده عشية ثورة 1919، المرحلة هذه اللي ما بين 1918 سنة ميلاده إلى سنة 1952 سنة الثورة، كانت سنوات خصبة من النهوض الثوري العارم، وقد شارك في مظاهرات عديدة أشهرها مظاهرات الطلبة سنة 1936، من أقوى المظاهرات كانت مظاهرات الطلبة في سنة 1936 ضد إزاحة أو إلغاء دستور 1923 الأكثر ديمقراطية، يعني مو بالديمقراطية النسبية، الديمقراطية الكاملة، لكن ومجيء بدستور آخر. المرحلة الأهم، أنا حاول قدر الإمكان يعني أسرع عشان ما أطيل عليكم وأصيبكم الملل، في تكوين عبد الناصر دخول الكلية الحربية سنة 1937، ورأى بأم عينيه كيفية غطرسة الضباط الإنجليز بالتحديد، في غطرسة للضباط المصريين الموالين إلى النظام الملكي، لكن غطرسة الإنجليز بعد لها دور في إثارته. هني بدأ يفكر شلون يغير الواقع، شلون يسهم.
عبد الناصر الشيء العجيب في ذكائه أنه استطاع أن يؤسس تنظيم سري، يعني لم يسبق، لأن المعروف أنه دائما العلم عبقرية في فن التنظيمات السرية هي الأحزاب التي تشكلت، وخاصة اليسار بكل روافده، سواء اليسارية القومية أو اليسارية الماركسية. لكن هذا الرجل الذي لم يطلع بالضبط يعني تفاصيل الأحزاب، شلون تشكلت أحزاب الشيوعيين، شلون انضربت في هذه الحلقة، شلون انضربت في تلك الحلقة، شلون قضوا على دي الخلية وعلى ذيك الخلية، وبروحه شكلوا بشكل سري تام إلى أن نجحت الثورة في 1952. ومما يحسب لعبد الناصر أيضا انفتاحه في فترة التنظيم السري على التيارات الثانية، ضم ضباط يعرفهم جيدا أنهم ضباط لهم انتماءاتهم، ومنهم خالد محي الدين عن اليسار، كان منتمي لأحد التنظيمات الماركسية وانسحب يعني تقريبا تدريجيا أو بهدوء، وعبد المنعم ورؤوف عبد المنعم أو عبد المنعم رؤوف، وهو محسوب على الإخوان المسلمين. طبعا الثورة لعب اليسار الماركسي دور كبير فيها، فخالد محي الدين تعاون مع عبد الناصر لدرجة أنه كانت عنده علاقة ويا حلدته أحد أكبر التنظيمات الماركسية، وسخر مطبعة الحزب لطبع بيانات ثورة، أقول الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار، وأيضا بعض البيانات كانت مكتوبة على أظرف بخط إيده وإيد ناسنا يا على اللي موجهة يعني بالاسم إلى الضباط الفلاني والعلاني على أساس لا يعرفونهم. بعدين هما يعني قلعوا عن هذه الممارسة لأسباب أمنية. في ليلة الثورة أيضا كان هناك ضابط آخر يساري لعب دور في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية، اسمه يوسف الصديق. هذا هو اللي قاد الفرقة اللي سيطرت على مبنى هيئة الأركان، وهذا أهم حدث في أي ثورة. والصدفة لعبت دور كبير، كان عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في ليلة الثورة في أحد الفترات طالعين بلباس مدني، ما أدري عاد هل في عربة عسكرية أو لا، مجموعة شو اسمه يوسف الصديق، وهم في تحركهم خلاص وأنجزوا بعض الانتصارات، تقابلوا ويا هذه المجموعة، ما قصدي شو اسمه عبد المشير عبد الحكيم عامر وعبد الناصر، ورأسا اعتقلوهم لفترة ما أدري كم، نص ساعة وساعة. بعدين خالد أقول سوري يوسف الصديق جاء شافهم عرفهم في الحال، مع ذلك بعد قال لهم كلمة السر، قال لهم توحي ماش سويتون، هدوهم بسرعة وخلهم. قال يعني شو اسمه جمال عبد الناصر، بس احنا الحين احنا كنا من أجل، هما كان عندهم تأجيل لمدة ساعة من أجل، قال لا أي تأجيل، الحين أنا أكو خلاص أكو بخلص على مبنى قيادة الثورة. قال خلاص يعني بدام الحين انتم بديتون، ولأن على فكرة لأن يوسف صديق صعب الاتصال به في آخر اللحظات، غيروا الميعاد في نفس يوم الثورة، غيروا ميعاد ساعة الصف في يوم، وكلهم يدرون أن ساعة الثورة غير، ما أدري قبل 12 أو بعد 12 ما متذكر الآن للأمانة. نجي إلى بعد الثورة، وهذا دور اليسار. في 54 حدثت أزمة عرفت بأزمة مارس، صراع داخل مجلس الثورة كلش يعني عنيف ورهيب. حسم هذا الصراع لصالح جمال عبد الناصر، كان هناك تيارين، تيار ينادي بالعودة إلى الثكنات
وإعادة تأسيس نظام ديمقراطي بعد ما حلوا الأحزاب. هو الضباط الأحرار ما بينهم جمال عبد الناصر حلوا الأحزاب بعد شهور في يناير 1953. يناير 1953 حلوا الأحزاب بما في الصالح والطالح، قالوا هيك الأحزاب فاسدة وما الملكية وما ما أعرف إيش، فما في داعي لها. المهم اتجاه يدعو إلى العودة للثكنات، واتجاه يقول لا نأسس حياة ديمقراطية سليمة. مو احنا في مبادئ الستة طالبنا بتأسيس حياة ديمقراطية. من ضمن المتزعمين لاتجاه عودة الحياة الديمقراطية وعلى رأسهم تقريبا رغم الواجهة هي محمد نجيب، محمد نجيب وعبد الناصر، محمد نجيب أسوري وخالد محي الدين، بس خالد محي الدين. أما الاتجاه اللي يقول لعودة إلى عدم العودة للثكنات فكان من بينها طبعا عبد الناصر. ما كان أبدا محمد نجيب حسب أنا اطلاعاتي يعني صادقا في العودة للثكنات. ربما عبد الناصر حتى رغم عودة للثكنات يمكن على الأقل لأسباب هو يقتنع فيها، مو بس الزعامة، أفضل من محمد نجيب اللي جابوه واجهة للثورة. بدليل لما أعدم اثنين في إضراب كفر الدوار وهو محمد خميس وواحد اسمه الثاني محمد مصطفى، أنا أسميهم يعني إعدام المحمدين، محمد مصطفى خميس كان أمين مخازن والعامل محمد حسن هو العامل. أمين مخازن مصنع كفر الدوار، مصنع نسيج، مصنع نسيج. كان عبد الناصر وخالد محي الدين من المتشددين جدا لقرار الإعدام، وهذه ميزة تحسب لعبد الناصر، لأن في كثير من الكتابات اليسارية اللي ما تناولت تفاصيل هذا الشيء تأخذ على عبد الناصر إعدام، بس هم مرتبطة بجماعة. الدليل ان حتى الزعامه هو ما حسمها، ما انحسمت الا في 54. ليه هني جت قصه صعود عبد الناصر الاسطوريه باتفاقيه الجلال التي تمت 54، ثم العدوان الثلاثي. وهني احنا راح نتكلم بشكل سريع عن علاقه عبد الناصر باليسار. في العدوان الثلاثي كان كثير من اللي تصدوا للعدوان الثلاثي من الفدائيين هم من اليسار، وكان خروج عبد الناصر منتصرا في هذا بانتصار سياسي صعد شعبيته، وذلك كان له دور كبير. هو الانتصار كان سياسي لأن فيتو الاتحاد السوفيتي ومعارضة أيزنهاور، الرئيس أيزنهاور كان له دور في تراجع هاي الدول الثلاث. ف العالم العربي كله 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 ما تتخيلون كله كان في فزعة. شوف شلون الوضع اللي كنا فيه أمس هو الوضع اللي احنا فيه كنا اليوم ضد العدوان. قد لا تصدقون حتى مدينة بكل خصائصها الدينية والمحافظة أو الانغلاقية إذا جاز لنا، وهي مدينة عربية دينية، ألا هي النجف الأشرف العربية، كان يوميا في مظاهرات عارمة. حتى أنا أستطيع من خلال متابعاتي المتواضعة أن أقول أن احتجاجاته كانت بنفس قوة احتجاجاتها ضد الاحتلال الإنجليزي قبل لما نجي الاحتلال الإنجليزي بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1900 بين 1914 و 1918. هذا يدلك شلون كان الشعور القومي قوي. لا تقول لي يعني ما احترامي يعني للتيار الإسلامي، الشعور القومي في قضايانا الوطنية أقوى شعور من أي شعور آخر من الشعور. لا سمعنا ده، واللي يبي يشيك يعني يدور،
لا سمعنا شلون هبت الجماهير الباكستانية الغفيرة ولا التنزانية الغفيرة ولا الأندونيسية الغفيرة، وممكن ولا يدرون بهذه الحرب. الشعور القومي لعب دور كبير، والشعور القومي يتغلغل حتى عفويا أو حتى تلقائيا، حتى في الناس البسطاء البعيدين عن السياسة بمعناها التنظيمي والأيديولوجي كما حدث لمدينة النجف. وهناك عشرات القصائد الجميلة التي قيلت من كبار شعراء النجف ومشايخ النجف الأشرف. هذا جانب من اللي أدى لصعود شعبيته. طبعا جاءت بعدين الوحدة العربية مع سوريا، لكن للأسف حدثت تمزقات بين القوى الوطنية، أبرزها بين عبد الناصر والشيوعيين سواء في مصر أو في العراق. في مصر كان المؤسف حملة الاعتقالات جاءت كاحتفال، يعني هاي من الأخطاء اللي احنا لابد لنا نقولها، تمت كان كاحتفال برأس سنة ليلة سنة 1959 في الفجر، وشالهم النظام عن بكرة بيهم أبرز المناضلين. لكن على ماذا؟ شيء ما يسوى، يعني لأن كانوا ضد الوحدة. لا، ويعدم اثنين من كبار المناضلين اليساريين، الأول فريد حداد والثاني شهدي عطية، وخاصة شهدي عطية رجل اعتقل كذا مرة في أيام النضال ضد الاستعمار. عبد الناصر فيما بعد يعني شبه اعتذار، قال هذا احنا ما قررناه، وطبعا كل واحد ويا نيته وهذا. لكن المعروف ان كادر، وهذه من اخطاء يا جماعة الانظمة الوطنية، ان الكادر الاستعارة حق وزارة الداخلية هو نفسه كادر معدبين الضباط، هو نفسه كادر الملكي الخايس قبل قيام الثورة. لكن بعدين في 61 جرت تأميمات يوليو الكبرى، وصارت تحولات اجتماعية واقتصادية هائلة. تم تأميم أكثر، مع احترامي لكل التيارات الأنظمة القومية، يمكن عندهم أسبابهم، يمكن يعترفون ما يعترفون، مع احترامي لكم، لكن أكثر بلد نظام قومي وطني، حتى يمكن حتى بعد يمكن أكثر من نظام ماركسي ظهر بعد 1970 في اليمن الجنوبي، قام بتحولات اجتماعية وصف الملكية الخاصة شبه تصفية كاملة، وأمم كثير من الشركات الهوامير الكبرى والملكيات الإقطاعية كانت على يد عبد الناصر. هذا بالإضافة للميثاق والذي تم بموجبه تحوله شبه ما يقرب من نسبة 80% إلى الماركسية، ما بعد الإضافات الرتوشية يعني أو هذه. عبد الناصر أنا في رأيي في هذه النقطة أذكى من اليسار، طبعا حتى التيارات القومية الأخرى، لكن ما أدري لأي مدى. أنا صراحة ما اطلعت يعني إلا في حدود ليست في اطلاع عبد الناصر، كانت تؤمن بالاشتراكية. يعني 20% خلاها تقريبا للبعد القومي، أنا أسميه البعد القومي والبعد الديني البعد الإسلامي، وهنا أذكى من اليسار، لأن مصيبة اليسار في المنطقة العربية، وهم اعترفوا على فكرة اليسار في مراجعاتهم وهذه جيدة، أن ما وضعوا، لم يكونوا محاربين للأمانة. أنا أشوف باعتباري أنا شخص أنتمي لليسار، ما كانوا محاربين إلى الدين، لا كانوا بحاجة إلى تواصل ومرونة مع الإسلام ومع الدين، وهذا لم يتبلور، بدليل أن حتى تنظيم حزب الشيوعي في أول تأسيسه في نقطة إلى تقول لك ليس بالضرورة أن الواحد يكون ملحدا، اللي بيرجع للتنظيم الحزب الشيوعي
ولا صاغ لنين ما ليس بالضرورة. وبالفعل احنا شهدنا ناس، وهذه أنا لمست بروحي في روحتي للسودان في زيارتي للسودان سنة 1998، وأعتقد كان معي الرفيق، كنا في زيارة إعلامية، رضي الموسوي الله يذكره بالخير، وأنا قلت له في أحد الليالي أنا في الزيارة، ما أدري هو حضر معي لولا رئيس الجمعية الإسلامية واللي كان بمثابة هو الزعيم الروحي للأخوان المسلمين، عمداً أثرت لي قضية اللي أعدم سنة 1901. ذكرني يا أحمد، ترى أنسى الشفيع، هذا واحد، لا المؤسس، مؤسس الحزب، لا لا المهم إذا تذكرت أنا. فرج الله أعتقد، لا لا مو فرج الله، محجوب، أحسنت، عبد الخالق محجوب، شو الباء ساعة الواحد من تراكم الأفكار ينسى. فش اسمه، قلت ليش إنزين، إيش رأيك في الشفيع؟ الشفيع طبعا أكثر تدينا، وإيش رأيك في عبد الخالق محجوب الشهيدين؟ قال للأمانة يعني هذا قمة التطور اللي عجبني، أنا رأيتهم واجتمعت ياهم، وبالذات عبد الخالق محجوب في الجمعية التأسيسية في عام 65 اللي استمرت إلى سنة 66 اللي تأسس للدستور، حتى احنا كنا في رمضان الاجتماعات تمتد، يقول كانت اجتماعات مكثفة ونقاشات حامية من الصبح للمغرب، ماذا عبد الصبح يبدأ من 10 وغيره، الظهر وقت الصلاة الظهر يجي يصلي ويانا، وصلاة عدلة يعني وفيها خشوع، يعني ما يبين يعني أحيانا من اللي يتصنع الخشوع غيره، وصلاة العصر بعد تعقبها عقب نجتمع شوي ويجي صلاة العصر ويانا، والمغرب على أساس نروح بيوتنا بعد ما يمدي وبعضنا يصلي ويانا، بعد أحيانا يعني يسمحون بما فيهم هذا، وأحيانا ما يعني يفضلون الروح على البيت. يقول حتى كان عبد الخالق رحمه الله يصر انه يجر ايدي، اليوم لازم تتفطر وياي بعد الصلاة. الحزب الشيوعي العراقي ايضا وجد هناك ناس كثيرين من يشاركون الفعاليات الدينية وخاصة مواكب عزاء. إذن هل احنا مطلوبين مننا نفتش على ضمائر الناس ولا نفتش على قلوبهم؟ قل هل شققت قلبه، هذا مقولة مشهورة ومأثورة للنبي أفضل الصلاة والسلام عليه. هذه من مآسي الصراعات ما بين القوى الوطنية والتي أدت إلى فشل الوحدة. وبعدين خلنا نجي للنكسة، هذه محطة مهمة، يعني أنا آسف إذا بطول عليكم شوي لأنها مهمة جدا. النكسة يا أخوان حدثت بسبب أخطاء عبد الناصر الأساسية. عبد الناصر بعد ما صعدت شعبيته وبعد ما أقصى الخيار الديمقراطي صار هو الزعيم الأوحد، وزيده وثوقه في رفيق دربه المشير عبد الحكيم عامر، وهو شخص لا يصلح لا للقيادة العسكرية ولا أي قيادة سياسية، رقى ثلاث درجات، ومو من كل من جاء بس سوى مشير وصار ما يعرف إلا بالمشير رسميا وسياسيا. شوف شلون قدرات العسكرية، هو سبب هزيمة 1956، وهو السبب الأول في هزيمة 1967، في هزيمة 1956 العسكرية العدوان، وفي 1967 رايح ليم الزوج واحدة، يعني وش أقول يعني برلنتي عبد الحميد. نعم. نعم. وكان حاكم سوريا وما يصلح له، كان رئيس يعني أو ما أدري شو يسمونه الإقليم الشمالي، سوريا كانت تسمى الإقليم الشمالي. فساد، ولأنه يعرفه عبد الكريم النحلاوي مدير مكتبه فاسد، وهذا تمكن من القيام بالانفصال، هو بطل الانفصال على فكرة عبد الكريم النحلاوي.
فالمهم عبد الناصر إنسان عظيم، يعني رغم حماسة الثوري إلا أنه عنده اعتدال كبير، بس قلبه وحدوي بمعنى الكلمة، أمين إلى فكر القوم، أمين أمين فعلا. يكفي بعد الانفصال، أنتوا تعرفين كلمة مصر شنو في قلوب المصريين، كلكم لازم تقيتوا مصريين وشفتون يعني شيء عظيم يتلألأ عندهم، يحلمون به مصر أم الدنيا، مصر أرض الكنانة، مصر قال لك مصر دي مصر. لم يرجع اسم مصر بعد الانفصال، ظلت باسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وفاته، واللي رجع الاسم السابق الخائن أنور السادات. يعني فاعتماده على عبد الحكيم عامر هذا الفاسد، توقع النكسة يومها، أقول توقع الحرب، حتى حدد يومها، حدد يومها بالضبط، قال 5 حزيران، حط يومين، لكن يقول أنا أتوقع يعني بما معناه من نسبة 80% أنه بصير في 5 يونيو، وقال لعبد الحكيم عامر ما أخذ أنها خرطيك لي عبد الحكيم حامر، واحد من ربعه ما أدري عقب ما مشوا عقب لما نتفقده مع عبد الناصر، يقول هذا يعني عنده حوازير وفوازير اللي محدد لنا 50 يونيو. تصور يعني. الشيء الثاني اللي أكد مرونة عبد الناصر قبوله، يعني أنا مع احترامي من نفاتني بعد حتى أشكرهم، استفدت يعني حد ما في انصاتي للي تفضلوا وتكلموا، وصل اعتداله إلى حد قبول التطبيع بس عشان ينقذ مصر كحالة مؤقتة، كحالة مؤقتة وظرفه. طرح عليه الاتحاد السوفيتي الالتقاء بليفي إشكور رئيس الوزراء حينذاك في موسكو، والاتفاق على تسوية من الخروج من الأزمة. عبد الناصر وافق، لأن عبد الناصر يبي يريد بأي طريقة ينهي الأزمة، عارف أن الجيش مو مستعد، بعد هذا سوى له كارثتين، هذا رفيقه مو قادر عليه، مو قادر يعني غاصب عظم عبد الحكيم عامر، كارثة عدوان 56 طلع فاشل أدى إلى هزيمة عسكرية مع انتصار سياسي، وكارثة الوحدة. زين، راح نسق يمن الجناح المتطرف في حزب البحث الحاكم في دمشق، كان جناح متطرف ومتهور، أنا أشبه نفس اليسار الماركسي المتطرف، إذا تعرفون يسار ماركسي متطرف هذا واحد منهم، حتى لو بلغة بعثية مخلوطة بماركسية، متمثل في أنور الأتاسي ويوسف زعين وبقايا الشدلة. قال لا 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 لا, لا ما يصير، تشوف شلون على عبد الناصر الحين ابتلش، هو محارب ومسوي الحشود علشان بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين في 1966، وحين يقول لكم لا، بعد عبد الناصر قال لا أنا بعد أدلين أيام في الدفاع المشترك، ما يصير. هذه محاولة الإنقاذ، والمحاولة الإنقاذ الثانية على ما قلنا تحديد اليوم، زين، ومحاولة إنقاذ ثالثة أنه جت لهم برقية من جبل عجلون اللي فيها الشهيد عبد المنعم رياض اللي أنا أحبه وأجله، استشهد في عام 1968، أنك قامت طائرات مقاتلة، يقول لك الطائرات دي حسبوها ما أدري شلون، يقول ممكن تمهل ساعتين ما أدري كم لين ما توصل. زين، وين صبت؟ صبت في مكتب الفاسد شمسي بدران اللي هو صديق المشير، مكتب رسمي ده ما تمضية أوراق وما الأشياء رسمية، مو مكتب عسكري. زين، لين ما يفتشون الشفرة ويحللونه ويجي بعد حضرته بعد ذاك اليوم مو هناك، يلا صبر يا حريقة صار. عندما فكوها سيد اتصلوا عقب ما جاء شمسي بدران، اتصلوا بهيئة الأركان، هي جاءت تالي بعد ما أدري بطريقة ما
إلى هيئة الأركان متأخرة ما أدري إلى جهاز، فاتصلوا وقال لهم يلا بسرعة أكو الحين طائرات أكي في طريقها، على أساس الطائرات العسكرية دي الجديدة اللي ما عمر هذا تقوم بسرعة على أساس ما يصير ضرب المطارات وهي على الأرض. هذا يدري طبعا المسؤول الكبير اللي في هيئة الأركان. وطبعا كان الكود أو الشفرة عنوانها عنب عنب عنب، ثلاث كلمات مثل ما ذكر المرحوم الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية السابق. فقال لك وجت لنا برقية تقول عنب عنب عنب، خلوا الطائرات. قال لي عنب ايه، رد عليه وبطيخ ايه، دي الطائرات المطارات 80% منها نسفت وهي على الأرض، وهي على الأرض. فطبعا خلاص الهزيمة انحزمت على ما قال هيكل من الساعة 11:30 في أول يوم ولما صارت الكارثة. نجي إلى وفاة المشير، طبعا سووا دعاية أن هو عبد الناصر قتله وهذا ليس صحيح. وأيضا وفاة عبد الناصر وسووا دعاية وهي غير صحيحة، وكانت وفاته طبيعية، وعجزوا منه الأطباء من ضمنهم الدكتور شوزوف في روسيا أن يمتنع عن التدخين ويمتنع عن العمل المرهق وما فات. وعين أنور السادات نائب له وكأنه يقرأ غدا، يعني وكأنه لا يقرأ غدا. أنت الحين عبد الناصر بهالزعامة وبهالذكاء تعين لك منصب معقولة؟ يعني أبدا ولا فكرت فيه إنه بيجي واحد تافه بيستغله، ولا فكرت في مرضك هذا؟ حذروه إن مرضك خطير، بس أنت حاول تشتغل 4 ساعات، يعني يشتغل كأن الله بيطول عمره 20-40 سنة. فبعدين ورث هذا الحمار اللي هو آسف على أنا يمكن آسف مفروض أنا يعني إيه ما علي آسف أنا الله يغفر لنا، ورثها أنور السادات. لا أنا هذا مسبب لي بطة شبلي لليوم من مات للحين. إنزين فصوروا على فكرة بالمناسبة الدكتور فخروف في المحاضرة اللي لقيتها يقول لو مد عمره 20 سنة، أنا قلت له لو مد عمره شهر أقول سنة تغيرت الأحداث، لأنه مجهز قيام الحرب بالكامل بخططها بكامل، الخطة جرانيت إن تقوم في 71. السادات لتلكأوا رهان على الأمريكان خلاها في 73، لو ما الطلبة اندلعت انتفاضة قوية. ما علي أنا أشوف أحد المنظمين للندوة يشير لي بالساعة، فخلي إن شاء الله الرفيق حسن يتوسط لي يعطيني دقيقة تتراضي. زين فش اسمه يعني كانت الخطة كاملة. فأقول له لو شهور لما جاءت الوفاة كانت صدمة، حتى الرفيق شون لاي في الصين لما جاء قال له شلون خليتونا هذا يموت، قال شنو احنا نخليناه نموت، استغفر الله هذه منية الله. قال لا حتى لو يعني المنية من الله سبحانه وتعالى، ها زين المنية من الله يعني، وكل نفس الى اخره. هو ما يعرفون ذا الحكي طبعا كماركسيين، لكن انتم اهملتونا ودبحتونا. مؤتمر القمة الاخيرة 1970 وش سويتون فيه؟ هذا مؤتمر احد يشتغل فيه؟ هو كان في مرسى مطروح يتعالج، سمع بال ذبحة أقول تصفية النظام الأردني حين ذاك للمقاومة الحرب التصفوية وفزع حد ما ينام الرجل 4 ساعات ما ينام، إلى آخر ساعتين لما جابوا له السيارة وودوه البيت وهو على السرير لما عالج الحبيب الصاوي الدكتور والفايز منصور. يا الله اللي دلكوا أخذ نفس شوي يقول الحين أنا ارتحت. زينون لما أخذ نفس شوي ارتحت وش يقول ليكون بعد أن أنتم بعد الحين فهالكلمتين بتردون تخلوني أنا أروح إلى شو اسمه
بتردون أقول بتخلوني أروح مرسى مطروح وتسوون علي نظام علاج؟ لا، هذا لا أقبله. طبعا الطريقة الخاصة المصرية. وبعدين يقول أنا استريحت خلاص، غمض عيني ووافت المنية. طبعا هذه أسباب وفاة المباشرة، لكن الأختتم هذا ترتب عليها الوفاة، انكسار المشروع القومي الوحدوي العربي. ولا اليوم احنا نعاني من هذا الانكسار، لأنه أهم واحد قائد هذه. وأعتقد السبب الديمقراطي هو في مقدمة الأسباب، لأن عبد الناصر لم يفكر قط في إقامة نظام ديمقراطي دستوري ولا الأنظمة القومية كلها قائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والحياة الدستورية. وللأمانة كثيرين يتهمون عبد الناصر، أنا ممكن ما قلت في المحاضرة السابقة، وعينا الجماهير العربي أصلا مو مهيئ لهذه الشغلة. لو مهيئ لها الشغلة كان ثاروا عليه. كانت مرحلة فوران، مرحلة تحرر وطني، فبالتالي لن ينهض لنا أي مشروع قومي عربي من جديد. المشروع القومي العربي حلم وقابل للتحقيق، لكن من خلال التنسيق على الأقل في المرحلة اللي عبد الناصر نسق فيها، أنهى الحرب العربية الباردة. وكانت قمة الخرطوم بعد الحرب بثلاثة أشهر أو بشهرين في أغسطس من أروع القمم، لا للتصالح لا للاعتراف لا شنو الثالثة بعد نسيت أنا لا للثالثة لا الثلاث لا للتصالح لا للاعتراف بعد في لانا الحين أنا أصلها. المهم فهذه احنا ممكن نتغلب عليها بدليل الشعور القومي لا زال موجود اليوم عندنا، شعور قوي. انتم شفتون الان التطبيع، انحرجت الانظمه كلها فيها. لا تفاوض احسنت، استغرقت انت في تذكرها مثلا. زين، فهذا المشروع القومي موجود اسسه. وين بدا صعب؟ وين بدا صعب؟ من خلال رفضنا كاملا للتطبيع. انا اتكلمت قبل شوي قلت انا في 1956 مو اللي احتجوا كل العالم الاسلامي، فقط العالم العربي بدليل قوه الشعور القومي ودوره، وخاصه اذا ما احنا توحدنا على مستوى القطري على مستوى الوحده الوطنيه الداخليه. للاسف ما يضعفنا الان هو التمزق، تمزق المعارضات وتمزق الوحده الوطنيه. أنا بس بطلب لكم مثال صغير وعلى الطائر سريع. إحنا لو ما عندنا تمزق، ما احترامي ما أقدر أقول أجزم، كان الحضور بهذه المناسبة أكثف من هذه الحضور، وكذلك حضورات في كل جمعية أحيانا لا يعني يمكن تخطاها عين إلا أن انشغلت كراسي سببها بعضها عدم حب الحضور للطرف الآخر. خلونا يا جماعة نتوافق، خلونا نتوافق. ترى الأطر اللي ممكن نلتقي بها ما تنحصر في الأطر التنظيمية، حتى لو غاب هذا الحزب ولا حل هذا الحزب أو انضرب هذا الحزب في هذا العمل السري، في إمكانية ما شاء الله أن نبدع الأطر المشتركة ونبتعد عن الشخصنة. أما إذا قلنا والله ذيك المرة ما سلم علي أو ذيك المرة ما دعوني، وعلى طريقة النسوان في الزواجات هذه ما دعتني إلا آخر مرة وهذه ما دعت، فلن ننتهي من هذه المشكلة. آسف للإطالة وشكرا لكم. أشكر الأستاذ الكبير أستاذ رضي السمار على هذه المشاركة الثرية. يقول الزعيم الكوبي فيدل كاسترو إن عبد الناصر واحد من أعظم شخصيات هذا العصر، فهو ثائر عظيم قاد نضال شعبه في استبسال النادو لدحر المؤامرات. والآن مع الفقرة الختامية مع كلمة التجمع الوحدوي يلقيها النائب الأول للأمين العام حسين أبو زيد. مساء الخير عليكم جميعا. حقيقة وضعني الأساتذة والرفاق في موقف محرج، يعني بعد اللي ذكروا عن سيرة الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر. وتجنبا للتكرار طبعا تطرقوا الأخوة تقريبا لأغلب النقاط اللي بقولها،
ولكن تجنبا للتكرار والفعالية أيضا أخذت وقت يمكن أكثر من اللي كان مخطط له، راح أنا أضيء فقط على بعض الجوانب في الحياة الشخصية للرئيس جمال عبد الناصر للتعرف عن قرب عن هذه الشخصية. ربما هذه المناسبة يعني مرور 100 عام على ميلاده هي مناسبة يعني مناسبة لذلك. يعني مثلا كان الزعيم الراحل برنامجه اليومي يستيقظ من الصباح الباكر الساعة 7 صباحا لمزاولة أعماله. كان يقرأ الطبعات الثلاث لصحف القاهرة بالتفصيل، يقرأ الأخبار، المقالات، التحليلات، التحقيقات وإلى آخر ما هو مذكور في الصحف. كان يطلب نشر أخبار العمليات العسكرية المصرية في الصحف حتى يتمكن جميع المصريين من معرفتها. كان يحادث وزير الحربية يومياً ليعرف ما جد من أمور خلال نومه، يعني يستيقظ أول شيء يسوي يرفع الهاتف ويحادث وزير الحربية ليعرف ما دار خلال نومه خلال هاي الفترة الساعات القصيرة اللي ذكرها الأستاذ. يتصل بالوزراء فرداً فرداً ويسألهم عن المشروعات والموضوعات التي تخص وزاراتهم. كان يستمع إلى محطات الإذاعة المحلية والعالمية من المذياع الذي يحتفظ به بجواره دائماً، إما في مكتبه أو حتى في بعض الأحيان في غرفة نومه. يقرأ على مدى ساعتين تقريباً يومياً صحف العالم العربي والعالم، خاصة الصحف البريطانية والأمريكية وتقارير الوكالات الأخبار وترجمة الصحف الفرنسية والسوفيتية. يطالع المجلات المتخصصة للطيران والأسلحة. كان يبقى في مكتبه وأوراقه وهاتفه ومذياعه حتى موعد العشاء في الساعة 10 مساء، ولا ينتهي عند ذلك، بل بعض الأحيان يعود للعمل مرة أخرى إلى ساعة متأخرة من منتصف الليل. كان كثير النظر إلى ساعته وكأنه في سباق مع الزمن. قرأ مذكرات السياسي البريطاني تشرشل وتاريخ الإسكندر الأكبر ونابليون وبسمارك وهتلر وموسوليني. كان جمال عبد الناصر مولعا بالأدب والفن والمسرح منذ شبابه المبكر. شارك وعمره 17 سنة في مسرحية على مسرح المدرسة، وقام بدور القائد الروماني الشهير يوليوس قيصر، كما أنه كتب رواية ولم يكملها بعنوان في سبيل الحرية، أكملها أديب كان يسمى عبد الرحمن عجاج، وقدمتها الإذاعة وقررتها وزارة التربية والتعليم، قررتها رسميا في المقررات على طلاب الصف الأول الثانوي الأول على طلاب الصف الأول من مرحلة ثانوية. صدر العدد الأول للجمهورية، صحيفة الجمهورية، يوم الاثنين 7 ديسمبر 1953، وكتب عبد الناصر أول افتتاحية تحت عنوان فلنتصارح ولا نجامل، وكان الموضوع عن فكرة القومية العربية. ظهر أول مرة اسم جمال عبد الناصر في الصحف في سنة 1935 في صحيفة تسمى الجهاد، ما أعتقد موجودة هذه، ضمن قائمة المصابين في مظاهرات طلاب المدارس والجامعات احتجاجاً آنذاك على تصريحات السير سامويل هور وزير الخارجية البريطانية في مجلس العموم. كانت تصريحات ضد مصر والمصريين، فخرجت مظاهرات وكان أصيب فيها وظهر اسمه في الصحيفة. ربما حادثة أنا أول مرة أطلع عليها، ما أعرف إذا الأخوة يمكن مرت على أحدهم، وهي زيارة الرئيس جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيتي لأول مرة، كانت في سنة 1958. في هذه الزيارة اتصل رئيس الوزراء السوفيتي نيكتار خرشوف بإمام مسجد موسكو وطلب منه تأجيل الصلاة لمدة ساعتين حتى تنتهي المحادثات. حينها دخل محمود الجيار سكرتير الرئيس جمال، رغم اعتراض رجال المخابرات السوفيتية، اعتراضه على الدخول يعني لأنه كان في اجتماع، ليذكر الرئيس جمال عبد الناصر بموعد صلاة الجمعة وما قد يحدثه تأخيرها من آثار سلبية في العالم الإسلامي والعربي. استفسر خرشوف عما يجري، شاف شو شرى يعني، وعندما علم بأبعاد الموقف وأن موعد صلاة الجمعة لا يقبل التأجيل أوقف المحادثات حتى يتمكن الرئيس المصري من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة في موعدها.
تم تشييع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمثواه الأخير في جنازة مهيبة شارك فيها ملايين المصريين، حضرها زعماء العالم العربي والعالم في أول أكتوبر في الأول من أكتوبر عام 1970، حينها هتفت الجماهير الوداع يا جمال يا حبيب الملايين. وشكرا. شكرا للنائب الأول للأمين العام للتجمع الوحدوي الأستاذ حسين أبو زيد. نختم هذا اللقاء بمقولة لزعيمة الهند الكبيرة إنديرا غاندي، حيث تقول: إن التاريخ سيسجل للرئيس جمال عبد الناصر مساهمته الفريدة في بعث الشعب العربي. إن الرئيس جمال عبد الناصر سيظل ذكره خالدا في الهند وفي كل مكان في العالم حارب فيه الناس من أجل حريتهم، وذلك باعتباره قائدا عظيما وسياسيا يتسم بالشجاعة والحكمة. نشكركم جميعا على حضوركم أيها الإخوة، وتشرفونا إن شاء الله في مناسبات أخرى.